محمد نفسي رئيس الإخوان استفساع للإخوان أن تخليه منصب رئيس الجمهورية في علب السبع وإسناد مهمة في فوت سكة جلس الإخوان بقولك فيه على الرجل الشيخ صبحين الشيخ صبحين وهم عارفوا اليوم في الشمول يا غالي يا غالي دي يا سكاوي يقولك انا شيخ صبحين طب يا عم انت يا تراكم يقولك شيخ صبحين اليوم افتكرت بفضل عراقب يا عم افتح صوابع يقولك لا انا عارف اليوم في الشمول وبيسبوني وبيلعوني هدومي ويقول علي احول ومجنون والله العظيم صدرت خدت جزء والله يا خدت جزء صدرت قالت الاخوان لو ركبوا يقولوا لو نزلتوهم انا في نمره 8 مش هنزل العالم سقع العالم لوحده الاخوان